دي لقطة مباراة الأهلي وفاركو يا كابتن وجيه، التسلل الشهير ده. الكرة دي احتسبت التسلل، أكيد شفتها حضرتك قبل كده. أنا شفتها تسلل ولا والله أنا زي ما قلت لك كابتن كريم، تقنية الفار، بص جيب هيجيب لك الخطوط اهي يا كابتن وجيه. بص كابتن كريم، الخط الاحمر اقرب الى خط المرمى تسلل. ما دام الخط الاحمر والتقنيه طلعت الخط الاحمر اقرب، وهي الخطوط معموله صح اهي، معموله صح 100% الخطوط اهي واضحه خالص اهي، ان اللاعب البرتقاني اخر حاجه ليه الكعب او الابيض اهو، الحذاء الابيض، ولاعب النادي الاهلي اقرب يمكن بهبابه زي ما بيقولوا هبابه. انما ما شايفها تسلل، انما ما دام في تقنيه انا مش عايز، اصل احنا لو قلنا تسلل ولا مش تسلل وفي التقنيه والخطوط طالعه صح بقت مشكله، ومشكله كبيره، يبقى احنا عاملين الفار للتشكيك مش عاملين الفار عشان احنا نستفيد بيه. صحيح.